إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أعلن ريال مدريد رسميا غياب لاعبي ناتشو لمدة شهرين وكاسيميرو لثلاثة أسابيع، وذكر النادي على موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم لناتشو أثبتت وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى. وفي خبر آخر، أكد ريال مدريد أيضا غياب كاسيميرو لثلاثة أسابيع بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية كذلك وجود التواء في كاحله الأيمن. Come on, Rick.